معنا اتصال يا اخواننا من الشيخ المبجل المكرم الحبيب والقريب ابن الاكرمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي، حرس الله مهجته وادام بهجته، وهو من احب الناس الى قلبي. اشهد الله بحبي للدكتور عبد الرحمن الصاوي. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، حيا بل هلا أنت من أحب بالصالحين. الناس إلى قلبي والله يا أبو الصام، والله الله يا يحفظك دكتور فضيلة اني الشيخ، لاحبك واحب قربك. الله أحبك الله اللي أحسن فيه، أسأل الله ربنا عز يجمعنا وجل، وإياك من المتحبين بجلاله ويرضى اللهم عنا آمين، وعنك، اللهم آمين يا ربنا شيخنا، يرضى عنا وعنكم، ربنا الله يرضى عنكم يمسيه، شيخنا الحبيب، ربنا يحفظكم يا سيدنا. طبعا الله يحفظك فضيلة الشيخ. شيخنا الحبيب، احنا طبعا هذه الحلقة عن شيخنا وحبيبنا وسيدنا الشيخ عبد الله كامل، الله فطبعا يسلم أكيد ورحمه، كان الله بينكم يسلم ورحمه، الله مسامرات يسلم. ومساجلات ويعني تواد وتراحم كحال عامة المؤمنين، فهل ذكرتنا بشيء؟ نعم يا شيخنا، أقول كان بينك وبين أخيك الشيخ عبد الله كامل مسامرات ومساجلات، أي نعم، كعادة أهل الإيمان إن شاء الله عز وجل في التواد والتراحم الذي يكون بينهم، فهل ذكرتنا بشيء من ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا فضيلة الشيخ، إن مما يغلب على قلبي بعد وفاة فضيلة الشيخ عبد الله كامل إنما يعجل بالأخيار، نعم سيدنا، إنما يعجل بالأخيار، نعم فأنا أعلم أنه كان أفضل منا وكان نعم أطيب قلب منا، نعم فسبقنا إلى الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا يوم من السابقين ويجمعنا به في أعلى جنات النعيم يا رب العالمين. يا رب فأنا الله، أحسب الشيخ عبد الله يعني ممن جعل الله له القبول، نعم وممن يغزو بكلماته القلوب، نعم يعني نعم كان رفيق الدرب وحبيب القلب وقرة العين، نعم رافقته في أماكن كثيرة، سبحان في الله، أسيوط وفي حتى في الوادي الجديد، في نعم أماكن منها، سبحان الله، وكان حبيبا، كان حبيبا، كان رقيقا، رزقه الله جل وعلا نعم يعني انتزاع الدمعة من القلوب، صحيح، ومع ذلك سبحان الله نعم رزقه الله انتزاع البسمة كذلك من القلوب، صحيح صحيح، فكان يدخل البسمة على القلوب بدون تكلف، نعم نعم كلماته تخرج بدون تكلف، نعم هو صح كمن ابتلي ممن سبقه بالشيخ كشك رحمه الله تعالى الذي كان لا يتكلف البسمة، نعم نعم كذلك كان الشيخ عبد الله كان رحمه الله تعالى، نعم حتى أني قلت يوما كنت معه في أسيوط نعم فبقول له يا شيخ عبد الله عاوزين يجوزوك، قال لي ده أنا فتح الله المستعان نعم رحمه الله تعالى، الله يرحمه، فكان بساما ما تكلف الكلمة نعم نعم يعني مع حزننا على فراقه، اي نعم إلا أنني أعلم أن يعني حسن ظني في الله، ما عند الله خير صحيح مما ترك وراءه، صحيح، صدقتم ما شيخنا، عند الله له خير مما ترك وراءه، هذا حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، نعم أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته في المهديين اللهم آمين، ويخلف له في عقبه في الغابرين ويجعله في أعلى عليين نعم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين يا رب، وجمعنا به مع السابقين يا رب العالمين، يا رب اللهم يعني ويعني أنت الحبيب يا شيخ محمد، ربنا يحفظكم ربنا يا دكتور، يحفظك ويبارك الله فيك، يمتع بكم ويعلم شيخنا الله الحبيب، جل وعلا مكانتك في القلب، والله يحفظك، فدائما أدعو الله جل وعلا أن الله يجعلنا وإياكم الله يرضى عنك وإياه يا شيخ، رفقاء من ملية أنتم الخدمة أسيادنا في يا شيخنا، الفردوس الأعلى، الله إن يحفظكم، أريد